رحمة، كانت حياتك واحد الوقيته وقفات بين قوسين، وقفات من بعد ما تسدات الشركه. وماشي غير حياتك انت، هي حياه مئات ديال الناس، ديال البنات اللي كانوا خدامين معاك في الشركه ديال الجين في الخميسات. جيتي شكيتي وبكيتي ديال الحياه وقفات وما بقى ما يدار، وبزاف ديال الالام اللي رافقات هذيك التجربه وداك ان مع شحال من عام وانت خدامه ماشي سهله. من بعد ما نستي معنا 11 سنه شحال؟ 11 سنه 11 عام 11 عام ماشي سهله. واحد النهار لقيتو الباب تسد ديال الشركه. قبل ما تعاودي لي شنو وقع من بعد ما دزتي معنا، غنقول للمشاهدين تفكروا القصه ديال رحمه لما سدات الشركه، ونرجع لكم بعد قليل. دابا 15 عام باقي تتبكي على من 2000؟ باقي كنفكر بحال دابا دابا مشيت لك الشركه. لهالدرجه الحرقه الشمته؟ ماشي الشمته، ماشي الحقره، ماشي يعني كتمشي داك الصباح كتمشي توقفي كتلقاي واحد الجمهور واقف قدام الباب. اش داك الشيء؟ قال لك الباب دلوزين مسدود. شنو كاين شي مشكل؟ قال لك هذا الشيء اللي كاين، لا حنا لا الناس الاداره لا الناس المسؤولين، كلشي مطرود، كلشي برا. كانوا عليك شي كريديات؟ كانوا عليك شي اش درتي فيهم؟ ما درت فيهم حتى شي حاجه. هكا خليتي الامور هكا؟ خليتها هكا، لان الكريدي هزيتو ضمان الشركه، كان ضمنتنا بان نهزو داك الكريدي، وهما كانوا كيحيدوا لنا من الصالير ديالنا. ايوا من تسدات الشركه ما نعطيهم انا هذا الكريدي. رحمه، بعد ما دزتي معنا عاودي لي شنو وقع، شكون شاف، شكون تفرج، شكون عجبو الحال، شكون ما عجبوش الحال؟ مرحبا. فاش شاركت في برنامج ديال قصه الناس، جيت راه كنت معصبه وكنت مزيره ومقلقه، ولكن ميزت هذا البرنامج حسيت براسي بحال كنت بحال دزت في شي كرسي سحري. خرجت تغيرت لهالدرجه. زوينه هاد الكلمه، كرسي سحري، بحال كنت في كرسي سحري. خرجت تغيرت حياتي. وشرحي لي علاش؟ علاش؟ المهم من بعد البرنامج، المهم انا فاش خرجت خرجت مرتاحه شويه، بحال كانت فيا شي حاجه. حتي خويتي سمعتي عليك؟ لان ما كانش اللي غادي يسمعني. غتقدري تقولي شي واحد السلام عليكم عافاك بغيت نعاود لك الشركه تسدات عليا 15 عام ووقفونا وما عندي ما ندير وانا عندي مشاكل. عندي ما يقدر ما يسمع لك، تقول لي ما عنده ما يكفي، عنده ما يكفي حتى ما يقدر يسمع لك. ولكن هذا البرنامج قال لك انتم الصوت ديالنا. في الحق كنشكر هذا البرنامج بزاف، والحمد لله الا نشكر الاعلام، الا قدرنا نكونوا فعلا زعما هما الصوت ديالنا، انتم الصوت ديالنا اللي كتعطيو الصوت ديالنا. قسما بالله انا كنشكر هذا الاعلام هذا، وكنشكر برنامج قص الناس، لان ما نكذبش عليك خرجت في شكل وكملات القصه هي من بعد الحلقه. تلقاو معايا اساتذه محامون، قال لك الملف قسم ما كنعرفهمش انا، قال لك حنا مطرافين على هذا الملف. انا تلقى معايا سيده، اذا الامور باقه في القضاء وباقي قال لك باقه في القضاء، يعني ماشي دوسي وتسدوا شركه مشات اساتذه وقفوا معايا وما كنعرفهمش. السيد كيقول لك وقف عليك بالطوموبيل ويقول لك سلمى لاله قصد الناس. وليت انا سميتي قصد الناس، قلتي لي سميتي دابا، قال لي رحمه ما نقدرش. انا اللي سميتي قصد الناس؟ لا انا سميتي قصد الناس، حيت انا ما كيقولوش هي نهاد بن عقيده. لا كيقول قصد، يقولوا لا هي قصد الناس. ولكن رجعت سميتي قصد الناس، ديت لك اللقب ديالك. مرحبا خوضي. دابا فاش قال قصد الناس عاد وقفت، كون بقى عيط لي بالاسم ديالي نقول ما عرفش بغا هذا، ما يمكنش يوقف عليها هذا قصد الناس. كاطو هذا قال لي السلام، هبط واضع وهبط عندي، قال لي السلام هذا استاذ محامي. قال لي شوفي تفرجت في البرنامج وعجبني، وكنت في القهوه وعاودتو في الانترنت. قال لك شتي ديك الشركه حنا اللي كنا مطرافعين عليها، وحنا قال لك الملف باقي لدابا ما تحفظ ما والو، راه باقي. قال لك لان راه حنا في بلاد كل قانون. اذا انت فيقتي عاوتاني الاساتذه وفيقتي على ديك الشركه، سستي الملف سستي من الغبره. قال لك باقي راه ما تحفظ ما والو. قال لك حنا جرينا على هذا الملف وبغينا هذه الشركه تحل، وراه هي اللي موله الاقليم، هي اللي محركه القضيه. شوف راه ناعس ولا حتى سدات ما تضيعوش في الحقوق ديالكم. قال لك سبحان الله حنا بالنيابه عنا، الا رجعتي لذاك البرنامج قول لهم حنا كنحييو دوك الناس الاعلام، هذوك الناس الاعلام كنحييوهم، لان كيبذلوا واحد المجهود وكيوصلوا واحد الصوت ديال واحد المواطن ضعيف. وكنتمناو ان الملف تتعاود النظر فيه والحقوق ديالكم ما تضيعش ان شاء الله باذن الله تعالى. داك الشيء اللي بغينا، حنا بغينا كاع اللي ما بغاش ديك الشركه هو سد في ظروف غامضه الله يعاون. ولكن انا اللي فهمت من الاساتذه اللي اكفاء وعندهم تجربه وكيعرفوا وكيطرافعوا، هنا قال لك هنا في هيئه الرباط قال لك بان السيد رب العمل مات توفى، قال لك بقى الورثه. حنا عندنا ديك الكبه بحال مخبله، عاد كنقلبوا على راس الخيط. وخدش المهم الناس خدامين، المهم قال لك هذا هو اللي مهم. حنا قال لك حنا فيقت ملف ناعس، وكان واحد الملف ناعس ماشي فيقت ذاك الملف. راه انا براسي تعالجت. انت فقتي؟ انا فقت من ناعس، راه كنت ناعسه وقال لك كنت في غيبوبه. رحمه نكملوا من بعد ما فقتي انت الملف، فيقتيه مزيان، عاودي لي على نفسيتك انت من بعد. نفسيتي ديالي بخير الحمد لله، حسيت براسي بلي انا فرحانه هذه المره، حسيت براسي بلي انا ماشي بوحدي. واخا مزيانه هذه، حسيت براسي بحال انت ماشي بوحدك، انا ماشي بوحدي، كاينين الناس اللي دعموني وتلاقاو معايا. انت كتسمعي لي وقيله في الراديو في التلفزه وقيله ياك، انت شاده كلشي انت.
ايوا باش اختي حتى انا بغيت نعيش، بغيت نسمع ونعرف. حقك وغير هاد المشاكل ديال الناس راه كتعالجي راسك، عاد تمشي ديري الجلسات ب 5000 6000، انت كتعالجي راسك فابور، عالجتي راسك براسك براسك، خرجتي من الضيقه اللي انت فيها، الضيقه اللي فيه ديك، من داك الضيق اللي من ديك الدائره اللي ديما تنفكر وتنخمم وعلاش ما درت ديك الحاجه، وديك كنخدم هنا ونمشي شويه هنا، المهم ما كنتش مرتاحه، ولكن دابا الحمد لله مرتاحه، عجبني الحال. الناس قال لك اودي ما تزيريش راسك وراه شتي راه الموت هي اللي كتوضع حد الانسان، معلوم، وما راه باقي المسيره مستمره، الحياه مستمره. عند واحد الحاجه اللي غايبه ليا هي الذات ديالي، النفسيه ديالي كانت مدمره، النفسيه ديالي كانت مدمره، والمهم ما لقيتش راسي، ولكن الحمد لله ملي جيت لهنايا هضرتو نتوما معايا وتلاقاو معايا ناس وكيعيطوا عليا وتيكلموني وكيتلاقاو ليا في السوق ولا في شي سويقه ولا في شي حاجه، السلام كيسلموا عليا، والله القسم ما كذبت عليك اختي نهاد، الا كيعيطوا عليا كيعجبني الحال، دابا غادي وليت مشهوره، زيدي تعرفي مع الناس، معلوم علاش الشهره زعما في الحقيقه زوينه، زوينه الشهره، زوينه تكوني غاده، تيقول لك اجي اجي عطوني في حق انت تصور معاك، ما كيتصور معاك، وكيعجبهم الحال وكيقولوا لي بالغسلام لدوك الناس والاخت نهاد، وزعما كيشكركم والله القسم، اللي تيقول لك زعما دوك الناس والله الا انتم اللي خصنا ننتخبوا عليكم، الناس ديال الاعلام قسما بالله، لا ماشي زعما وراكم وراه الناس ديال الاعلام وراه خصكم تصوتوا عليهم ونعطيوهم نعطيوكم صوتنا الحقيقي، كتشوفونا وكتفهموا، دابا انتم كتساعدونا وكتمدوا لنا يد المساعده وكتسمعوا لنا المشاكلنا وكتدرسوهم معانا، انتما كتهزوا واحد الحمل معانا، يعني فرقتوا معانا مشاكل، هذا هو الواجب، هذا الواجب الاعلامي، الحمد لله الحمد لله كنشكر عندك شبه انتما اللي خصنا، دابا انتما كتعطيونا الصوت ديالكم باش كنتكلموا حنا، ولكن حنا خصنا نعطيكم صوتنا الكبير، بارك الله نزيدكم نزيد والله زعما كنشكر الاعلام قسما بالله، الحمد لله على النفسيه، هادشي كيفرح في الحقيقه، كيفرح وعجبني الحال، المهم غداك الدعم النفسي انا هو كل شيء عندي.